أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم، والليلة نقدم لحضراتكم الحلقة الرابعة من برنامج سباق المشاهدين الذي يقدمه لكم تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، ويقوم بتمويله ألبان الصافي. الصافي ليس مجرد اسم يدل على منتجات ألبان طازجة وممتازة، بل مجموعة من العاملين الذين يهتمون بأدق التفاصيل من أجلك. منهم خبراء المحاصيل، خبراء تغذية الحيوان، حالب الأبقار، عامل الثلاجات، ومسؤول التوزيع. إنهم العاملون في الصافي الذين يصنعون الفرق من أجلك. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ونرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا في هذه الحلقة. معنا الليلة نجم الكوميديا الفنان محمد العيسى. هلا محمد. مساك الله بالخير، كل عام وانتم بخير والسادة المشاهدين الأعزاء بخير، وإن شاء الله يعيد الله علينا بسعادة ويكون العالم كله في أمن وسلام إن شاء الله. إن شاء الله. ومعنا مشاهدينا الكرام نجم التعليق الرياضي النجم ناصر الأحمد. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، وشاكر لك التقدير اللي ما تستاهله. بالعكس، احنا سعداء الحقيقة بوجودكم محمد وناصر معنا الليلة، وإن شاء الله نقضي مع بعض يعني ساعة كاملة مع المشاهدين الكرام، وتكون ساعة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدين الكرام، في البداية خلونا نشوف أرقام الهواتف قبل ما نبدأ. للاتصال من داخل المملكة على الرقم 4425 4425 777 4425 777 كما تشاهدون، وللاتصال من خارج المملكة 00961 4428 222. نكرر هذه 222، لأن بعض الأخوان يقول هذه 3 ولا 2، لا هي 4428 222. ونكرر أيضا رجاءنا للمشاهدين الكرام أن يتصلوا فقط على هذا الرقم الموجود اللي هو الرقم 4425777، هو رقم واحد ولكن هناك 5 خطوط، لأن الأخوان الحقيقة يعانون في سنترال الوزارة هنا في الرياض وأيضا في جدة، فنرجو التكرم والاتصال فقط على هذا الرقم لأنه هو الرقم الوحيد الذي يمكن من خلاله تحويل المكالمات إلى هنا إلى الاستوديو. في برنامجنا مشاهدين الأعزاء كما عودناكم نقدم لكم مجموعة من الموضوعات ونشوفها مع بعض الآن. سباق المشاهدين، الثقافة الإسلامية، فكروا معنا، لعبة الحروف، الحكم والأمثال، الجغرافيا والكون، الرياضة والرياضيون، الثقافة العامة، محليات، التاريخ والحضارة، المخترعون والمكتشفون، شاهدوا معنا، كتاب سعوديون، الألغاز، الأوائل والأواخر، اللغة والأدب، الإعلام والنشر، السياسة والاقتصاد. أكثر من 17 موضوعاً في مجالات العلوم والمعرفة، كل ذلك نقدمه لكم في برنامج سباق المشاهدين. سباق المشاهدين برنامج مسابقات ثقافي يقدمه لكم تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى. طبعا هذه هي الموضوعات التي سنقدمها إن شاء الله في حلقاتنا، وهذه الموضوعات كما عودناكم في الحلقات الماضية نوزعها على أكثر من لوحة. ومباشرة جاهزين للسباق معنا شباب؟ يلا بسم الله. محمد وناصر إن شاء الله. والمشاهدين الأعزاء، نبدأ باللوحة الأولى ونتعرف على موضوعات اللوحة الأولى في هذه الحلقة. ومباشرة ندخل الأرقام. والآن بسم الله نتلقى أول اتصال في هذه الحلقة. ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. مساء
مساء الخير. مساء النور. كل عام وانتم بخير. وانت طيب ان شاء الله، نتعرف عليك. عبد الله مسفر الثقفي. عبد الله مسفر الثقفي. من وين يا اخ عبد الله؟ من مدينة جدة. من جدة. يا هلا، تابعت حلقاتنا الماضية؟ نعم. ها؟ نعم. الان خلاص انت اول واحد، ويلا تبدا تختار. تفضل. رقم ثلاثة. لعبة الحروف. لعبة الحروف يا اخ عبد الله. يلا معانا احنا اربع حروف في هذه اللوحة، حرف الغين والشين والدال والطاء. عبد الله؟ معانا تختار واحد من هذه الحروف الأربعة؟ نعم. الغين ولا الشين ولا الدال ولا الطاء؟ ممكن مساعدة ضيوف ال لا أنت اختار أول شيء، لا هذه الفقرة ما فيها مساعدة لأنك أنت بتختار حرف معين. أيوه. نسألك سؤال، الإجابة ستكون تبدأ بالحرف اللي أنت حتختاره. معانا؟ نعم. تختار أول شيء حرف عشان نسألك السؤال. الشين. حرف الشين. طيب إجابة هذا السؤال تبدأ بحرف الشين، معانا يا عبد الله؟ نعم. طيب السؤال يقول: بطلة أقاصيص شهيرة فارسية الأصل، استلهم المؤلفون في مختلف بلدان العالم قصتها، ألف عنها الموسيقي الروسي ريمسكي كورساكوف. حلو الاسم هذا، ممتاز. سيمفونية شهيرة، ألف سيمفونية شهيرة تعرف باسمها، وفي الوطن العربي كتبت قصتها في أكثر من عمل أدبي. هذه البطلة اسمها يبدأ بحرف الشين يا عبد الله. ممكن مساعدة ضيوف البرنامج؟ ما في، ما نقدر، هذه الفقرة ما فيها مساعدة ترى. للمساعدة أن أعطيناك الحرف، يعني أول حرف من الجواب. بطلة مشهورة تتردد دائما ويرددونها الناس، ولها قصص مشهورة. تبدأ بحرف الشين. نعم، وتبدأ بحرف الشين زي ما قلنا. أعطي الحرف الثاني. أعطيه حرف الثاني؟ ممكن الحرف الثاني؟ يلا حرف الهاء. هذه مساعدة من المعلق الرياضي صارت ناصر. صارت واضحة. يلا شين وهاء. يلا أعطينا إجابة يا عبد الله لأنه راح الوقت. شهيرة. عدل عدل. شهيرة. ها؟ يلا يا عبد الله راح الوقت. شهيرة. طيب خلنا نشوف. معليش، وش الجواب الصحيح يا محمد؟ اقول ممكن اقول الجواب. اي الان تقول الجواب الصحيح. اعتقد شهرزاد. شهرزاد، نعم. يلا خيره في غيره يا اخ عبد الله. مع السلامه. هلو. يا امان الله. وناخذ اتصال. الو، مساء الخير. مساء الخير. يا هلا. ممكن اشارك؟ اكيد، نتعرف عليك اول شيء. بدر ناصر العبسي من الرياض. بدر ناصر العبسي. العبسي؟ اي والله يسلم. عبسي. يلا الان افتح لك الخط وتقدر تختار يا اخ بدر. يلا تفضل. رقم خمسة. ايه. في الثقافة الإسلامية يا اخ بدر. تدرس ولا موظف يا اخ بدر؟ لا والله ادرس طول. في اي مرحلة؟ المرحلة الثانية ثانوي. ثانية، أكيد مرت عليك هذه المعلومة. إن شاء الله. فضل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بست. يعني ما نطلب منك تذكر كل الست، أذكر على الأقل خمس. ولا ثنتين ولا ثلاث، يلا. طيب ممكن أحصل على مساعدة؟ تساعدونه يا شيخ. والله يسعدنا سعادة. يلا. لكن بساعدة ببعض بجزء من الأولى. أعطي وصلوا الناس في الجوامع. أعطي أول كلمة مثلا. أعطي أول كلمة وصلوا الناس في الجوامع، عاد ما عاد بقي كلمة يطلعها. أعطي جوامع الكلم. شيء جميل. نشوف واحد ثاني. أحلت أحلت له الغنائم. يا سلام. أحلت له الغنائم. بعد تزيدنا واحدة ولا ثنتين ولا؟ والله ما عندي مانع، لكن يلا. مع المساعدة طبعا. ما في إلا مساعدة. ها طيب، أنا بقول شيء بس المعلومية، ترى قبل أن أدخل الاستديو ناصر قايل لي سر بس بقوله لكم. هي هات. يقول أنه بيوهق المتسابقين. هو قال كذا؟ قال بيوهق المتسابقين. اتفقتوا؟ أنا بقول لك على حاجة الآن. هي. أرسل أرسل لجميع الأمة. للناس. أوكي يعني. للناس كافة. فخلينا نشوف إجابتك. خلينا نشوف إجابتك.
يلا مبروك يا بدر، وانتظر معنا حتى نهاية الحلقة. ها الله يبارك فيك. في أمان الله. اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. نورة محمد الفريح من الرياض. نورة محمد الفريح من الرياض. لو سمحت أدق الرقم على طول. لا لحظة، لا لحظة. يلا الآن تفضل. معليش حنعيد، انتظري معنا أخت نورة معنا. أيوة. لحظة. لحظة. يلا تفضلي اضغطي. رقم 8 محليات. احيانا ترى تحتاج مشاهدين الاعزاء الى الضغط يعني شويه يعني زياده عشان يوصل الخط لنا ويستجيب الكمبيوتر في المحليات. سؤالنا لك يا نورة. أيوة. سؤال بسيط، ما اكبر سد في المملكه؟ اكبر سد؟ ايه لو عندك اجابه تحتاجين مساعده تبغين مساعده برضو ما احنا ما عندنا معنا. لا والله معليش احتاج مساعده. يلا من يبدا؟ يلا الاخ محمد يقول بوهق الضيوف، بواصل رغبته. سد وادي نجران. سد وادي نجران يقول، ومحمد ايش يقول؟ انا اقول سد وادي جيزان. سد وادي جيزان وسد وادي نجران، وانت تختاري من؟ يلا توكل على الله. اها توكلي، كلنا متوكلين على الله. اختار اجابه المعلق. المعلق. أيوة. ناصر الاحمد. ان شاء الله. سد وادي نجران. ايوه نشوف. يا ربي. يلا شفتي كيف حاولوا يموهون؟ ها يلا على كل حال مبروك وانتظرينا حتى نهايه الحلقه. شكرا. في امان الله. مع السلامه. وناخذ اتصال جديد. الو. الو. مساك الله بخير. الله يمسيك بالخير. كيف حالك حمد؟ الله يحييك. كل عام وانت بخير. انت طيب. احمد سعيد الجعيدي. احمد سعيد الجعيدي. الجعيدي؟ اي نعم. من وين؟ من جدة. من جدة. اي طبعا. يا هلا يا اخ احمد، كيف حالك؟ الله يسلمك. يلا الان انت تقدر تضغط على اي رقم، تفضل. رقم 6. اي طبعا. رقم 6. في الجغرافيا والكون، في الجغرافيا والكون. أنا بقول لك معلومة يا أحمد. سم. وأنت تقول لي هل المعلومة هذه صحيحة أم لا. أوه. الاسم القديم، الاسم القديم للصين هو كاثي، هل هذا صحيح أم لا؟ الاسم القديم للصين؟ أيوة. أطلب الصين كانت تسمى كاثي. أكيد، لا كل المشاهدين لهم حق في المساعدة. طيب ممكن لو سمحت. يلا تفضل يا أخي محمد. إيش عندك؟ يلا أنا أقول صح، ولذلك سميت شركة كاثي وطيران هونغ كونغ باسمه كاثي باسفيك. كاثي باسفيك، هذه معلومة. والمعلومة الثانية؟ كثيرين صح الصين، لكن المعلومة غلط. المعلومة خاطئة. نعم. يلا يا أحمد. لا لا كاثي. إيش يعني المعلومة صح ولا لا؟ لا المعلومة صح. متأكد؟ إن شاء الله. إن شاء الله، خلنا نشوف. يلا مبروك. الله يبارك. مبروك وانتظرنا حتى نهاية الحلقة. شكرا جزيلا. في أمان الله. مع السلامة. أربع أرقام معنا ونأخذ اتصال جديد. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. معك شروق سعيد الشهراني. شروق من البحرين. شروق سعيد الشهراني من البحرين. أنت سعودية مقيمة هناك ولا بحرينية؟ نص نص. نص ونص. كيف حالكم هناك؟ الحمد لله. من البحرين. تابعين برنامجنا هذا شروق؟ أي والله تابعه من أول يوم. والله؟ والله ناجح وحلو مرة. الله يخليك. وبرامجنا الأخرى أيضا؟ والله يعني في مسلسلات طاش ما طاش واللي يعني في. جميل. أشياء حلوة. جميل، إن شاء الله نكون يعني عند حسن ظنكم. أي والله. طيب إحنا نفتح لك الخط الآن وتختاري، عارفة باقي واحد واثنين وأربعة. أيوة. وسبعة وتسعة. يلا. تفضل. رقم 7. أيوة. شروق مبروك. الله يبارك.
الثالث في عمري. مبروك يا شروق. انت عارفه طبعا لما اخترتي هذه مبروك. لا حنسالك ولا حتجاوبي، فقط انتظرينا حتى نهايه هذه الحلقه. ها ان شاء الله. انتظرينا ان شاء الله. في امان الله، مع السلامه. ناخذ اتصال جديد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الله بالخير يا حامد. الله بالخير، كيف حالك؟ كيف الحال؟ تعرف عليك لو سمحت. بندر سلمان الجعيد. بندر سلمان الجعيد، من وين؟ من الطائف. طال عمرك. من الطائف، يا هلا والله. الله يحييك. اول اتصال يجينا من الطائف اظن في الليالي هذه. يلا خير. يلا جاهز معنا؟ ان شاء الله. جاهز؟ تفضل. رقم واحد، شاهدوا معنا، شاهدوا معنا. يلا يا بندر، عارف الفقرة دي؟ ها ايه. حنشاهد مع بعض هذه الفقرة وبعد كده ترجع ونرجع معاك ومع المشاهدين، وعندنا لك سؤال. الحين انت من زمان بالسجن؟ ايش دخلك انت؟ ايش دخل فيه؟ أربعة باصرة. باصرة؟ وش اللي باصرة ذي؟ أعطانا الورد وما هي الورد باصرة. معك سي هذا؟ إيه. وري شو؟ بس عشان تطمن. زي هذا، زي ذا. هذا مو زي هذا. ليش طيب مخليه معك في ذي؟ ليش تخليه معك في ذي؟ ها؟ لا قلت. يا أخوي أنت حدك كيرم أنت. إيش حرمك بلعب البنوت؟ قم قم شاف تخديجة، هذه تخديجة. قم شاف وين اروح؟ قم راح هناك يا خويك، خليه يجي يلعب. خذ ورقتك معك يا اخوي انت، منين جاي انت؟ لا مشيت راعي بنوت ما شاء الله. اسرع انتبه وزع. لا حضير، هذا وجهه ينقط ينقط بلوته. وزع. اخذ هذولي. لا صور معا. ان شاء الله رايك كنت. ان شاء الله. اسال بس. لا يخالف. شن؟ الاول. الاول. نحرج حنا؟ بلاك. يا اخوي تبيه ولا ما تبيه؟ اذا تبيه خذه، ما تبيه قل بس بس. بس اللي مخش وجهك ان شاء الله، هذا حكم اخذ مش فيه وجهك. ايش بلاكم انت؟ انا ما قلت شيء انا، ولا تقعد تهاوشوني. عادي ان شاء الله. اقول يبي يشتري حكم، تبيه صن ولا لا؟ لا ما بشيء ابدا. خلاص بالسلامه. هذا احنا نقول مشك مشيت راعي بنوت. انا يا اخوي العب. من؟ انت العب. يعني انزل. اخشى شديد بشويش على نفسك. ان شاء الله. حلوه ذي زينه. اي حلوه زينه، خذها بس. العب يا ناصر. ايش؟ لا لا كذا حماس. ها يا اخوي مين بلعبتك؟ مو بنات؟ لا مو بنت. اقول سم ورا ما تروح تلعب انت وخويك غمولنا في ذاك. قم شنو مسوي انا؟ قم قم في ذاك ان شاء الله. قم لا انت تقعد تنفخ علي. قم اقول بس ترى علم العسكري. لا بس ذاك يلا ان شاء الله. امشي. محمد في الواقع يعني على الطبيعه عبد الله وناصر يلعبون بلوث ولا لا؟ اي لعبت معاهم. في واحد ما راح اقول لكم، بس في واحد حريف وواحد صراحه غشيم. ولا نقدر نعرف. ما اقدر اقول لكم. طيب طيب معنا بندر. معنا؟ اي نعم. بندر كيف حالك؟ بخير يا مال الخير. تلعب بلوث انت ولا ما تلعب؟ اي نعم. طيب انت شفت المشهد هذا معنا؟ ايه. والسؤال بسيط جدا. ضيفنا محمد العيسى كان واضع على الكتف الايسر شماغ ولا وتره؟ لا واضع شماغ. طال عمرك. شماغ؟ شماغ. خلنا نشوف. شفت سؤال بسيط ولا لا؟ اي زين. توقعت ان انا اسالك هذا السؤال؟ لا والله توقعت اصعب صراحه. يلا تستاهلون. يلا يسلمك. في امان الله وانتظر معنا. ها؟ يا هلا. مع السلامه. اتصال جديد.
الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف عليك. نتعرف عليك. حصة فهد. حصة فهد اللي ايش؟ المحمد. المحمد. من وين؟ من الرياض. من الرياض. يلا حصة الآن باقي عندك 2 و4 و9. تسعة. الثقافة العامة. هقول لك معلومة وأنت تقولي المعلومة هذه صحيحة أو لا. ها؟ طيب. التمر. التمر. طبعا عاد سوق التمر عاد الأيام هذه في رمضان. التمر منبه للجهاز الهضمي ومزيل للإمساك. هل هذه المعلومة صحيحة أو لا خاطئة؟ صحيحة. صحيحة؟ ما تحتاج مساعدة يعني؟ لا لا صحيحة. أبدا؟ أبدا. يلا نشوف. مبروك يا حصة. شكرا. نضيف أيضا معلومة وأنه البلح غير الناضج يوقف الإسهال ويسبب الإمساك، يعني بالعكس، والبلح الناضج يزيل الإمساك. شكرا لك وانتظري معنا. ها؟ شكرا. مع السلامة. في أمان الله. ناخذ اتصال جديد. الو. الو. اهلا اخ حامد. الله يحييك. الله يا اهلا. نتعرف عليك. جابر محمد العصيمي. جابر محمد العصيمي. العصيمي من وين؟ من الرياض. من الرياض. جابر ما باقي معنا الان رقمين اللي هي 2 و4. وتتفضل. 4. تفضل. 4. فكروا معنا. يلا يبغاك تفكر معنا. في عندنا 2، واحد اسمه هشام وواحد اسمه عمر. السؤال: كيف يقف هشام خلف عمر ويقف عمر خلف هشام؟ كيف يمكن ذلك؟ طيب مساعدة من الضيوف ممكن؟ ممنوع المساعدة هذه. ممنوع. لا محمد ساعد المشاهدين اللي في بركة وطلعني غلطان، خلني افزع شوي. طيب يلا هاب يفزع معك والله يا ناصر. لا ما يقصر يا اخي. يلا والله اعطيه الاجابه كامله يعني على طول. لا لا تعطيه الاجابه ما صار والله الحقيقه ودي اعطيه الاجابه يعني. لا يعني قرب قربها لو ممكن. طيب يعني ممكن اغلط انا. اوكي غلط. ممكن اغلط. يلا خذ. يقف ظهرا لظهر. اوه كيف شلون يعني يقف ظهرا؟ يقف ظهرا لظهر. انا اقول صح. يقف هو يقول بمو عليك راضي مره. راضي. اي نعم. شلون يعني فسرها لنا. صعبة لازم أكون معكم في الاستوديو. لا لا فسرها لنا كذا شلون يعني يقف ظهر لظهر. ظهر لظهر. يعني أيوة يصير هذا خلف هذا خلف هذا. هذا خلف. خلنا نشوف. الحمد لله. شكرا لك يا أخي جابر. في انتظارك في نهاية الحلقة إن شاء الله. في أمان الله. واتصال جديد آخر رقم عندنا في اللوحة الأولى. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. الله مسيك بالخير. كل عام وانت بخير. وانت طيب إن شاء الله. ممكن أشارك؟ أكيد. نتعرف عليك. معك عابد علي اليوسفي من مكة المكرمة. لحظة مين؟ عابد علي. عابد علي اليوسفي. اليوسفي من مكة المكرمة. من مكة. كيفك يا أخ عابد؟ الحمد لله. كيف حالك حامد؟ الله يسلمك. الآن طبعا ما باقي عندك إلا رقم واحد. رقم 2. يلا. في الحكم والأمثال يا عابد، والله يعينك على ضيفنا محمد لأنه السؤال عنده. يلا أنت بتتابع محمد راح يعني يوريك بعض الحركات التمثيلية عشان تقول أنت وش هو المثل هذا. يلا يا محمد. وصراحة صعب تمثل لكن خلينا نقول أنه ممكن تطلع اصوات يعني بس مو كذا. مكان مثلا فيه اصوات مثلا مألوفة طبعا اكيد تعرف ما والاشياء هذه. اوكي فالمثل يقول اذا لا تقول المثل. لا تقول المثل اذا نبغى شوف اذا يعني اذا ايوه صار كذا ضاعت المسائل. أوه. ايوه شيء طيب ترى مقرب ساعده جيده هذه كثير الحقيقه. يلا صار صديق ممكن يا حامد. ايوه ممكن عيد. يلا عيد عيد.
إذا 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 كذا أيوة ضاعت صادق المشاهد يلا إذا وضاعت يلا ضاعت ما ها يلا خلاص ترى واضحة يا عاب إذا تفارقت الغنم ضاعت لا لا خلاص نشوف هذا جوابك ها جوابك هذا حامد ها خلنا نفكر شوي فكر بس راح الوقت انت اعطيناك ترى كم الحين راحت الثواني علينا راحت يا عاب ممكن اطلب مساعدة من الاك ناصر لا 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 خلاص انا قلت انه صار صديقي اي بس اعطينا اجابه نهائيه عشان نضغط على الكمبيوتر يلا يلا يا عاب والله عندك مساعدات ما شاء الله يلا والله يا حمد ما اقدر صراحه ناخذ اجابتك اللي قلتها الاول طيب يلا خلينا نشوف عاد الحين نرجع احنا لمحمد وتقول لهم وش المثل يا اخ عابد هي اذا تصادق الرعيان ضاعت الغنم اذا تصادق الرعيان ضاعت الغنم ها على كل حال اسفين وخيره في غيرها ان شاء الله كل عام وبامكانك تتصل فينا مره ثانيه ها ان شاء الله في امان الله مع السلامه طبعا هتخرج اللوحات هذه وقبل ما ننتقل للوحه الثانيه ودي الحقيقه نرجع لضيوفنا هنا في الاستديو واسال النجم والنجم التعليق الرياضي ناصر الاحمد عن اول يوم صمت هذا الحقيقه سؤال هذا نسأل كل ضيوفنا بس يمكن في ذكرى نسمع المشكله اخاف اعلم المشاهدين لا تقول في اي سنه لا تقول انه رجال شايب لا تقول يعني في اي سنه خليها شوي بس كم كان عمرك حوالي الحقيقة الوالد جزاه الله خير من مسجد وبالتالي كان ما يحتاج ضغط علينا نصوم بدري أيوة فتقريبا حوالي عمري 14 سنة 14 سنة هذا صوم رسمي والله يعني أي متأخر والله صوم رسمي أيوة لكن احنا ناخذ شوي مية منه وشوي مية منه محمد والحقيقة يعني بالضبط أنا ما أتذكر لكن أتذكر أنه بدأ طبعا تدرب الواحد عليها في البداية في يعني في المرحلة الابتدائية وبعد كذا أعتقد أنها بدأت معي رسمياً من المتوسطة المتوسطة يعني سن 11 مثلاً لا يمكن 12 المعلق الرياضي ناصر ودي أسألك الحقيقة سؤال طبعاً في مجال عملك المعلق الرياضي لما يتقدم للجنة التعليق هل من الشروط اللي يسألون عنها أنك تكون مثلاً ملم بكل قواعد اللعبة سواء كانت قدم ولا طائرة ولا سلة طبعاً غالباً لا يتقدم سوى شخص يكون لديه الخلفية هذه أيوة. هذه نقطة وتبرز الحقيقة من خلال التجارب اللي تقدم له في الاختبارات حتى يصبح معلق يعلق على كذا مباراة تبرز مدى خلفيته من خلال تعليقه على الحدث وبالتالي يتم تقييم خلفيته الرياضية من هذا من خلال هذا الموضوع بس مو شرط يعني هو طبعا يسال في البدايه أيه؟ ولا بد ان يكون لديه الخلفيه الحقيقه لانه لا يمكن ضروري يكون لاعب ضروري يكون لاعب لا لا لان لو كان ضروري ايضا انه يكون لاعب كره قدم متخصص يعني. احنا يمكن في محمد سؤالي الحقيقه لمحمد في اول حلقه من طاش ما طاش شفناك وانت ماخذ دور مذيع يعني بتقطع رزقنا انت لا يعني ناوي تدخل معنا في الشغل لا 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 كانت هي يعني برضه كل تجرب نفسي أنا كمذيع أشوف شلون بتصير يعني وصرت بس أظن قد قدمت أنت برنامج طيب شاركت في تقديم برامج ولا لا لا الحقيقة هي كانت زمان وأنا صغير يعني وبعيد عن الرياضة طيب كويس أهم شيء لأنك أنا مذيع والخلفية مباراة خليه بعيد عن الرياضة يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ لوحتنا الثانية خلنا نشوف ناخذ اول اتصال في لوحتنا الثانيه الو السلام عليكم عليكم السلام لمى علي العواد لمى علي العواد من وين من الرياض من الرياض يلا اخت لمى انت اول اتصال في اللوحه الثانيه تفضلي رقم ثلاثة ما شاء الله مبروك يا اخت لمى الله يبارك مبروك وانتظري معنا حتى نهايه الحلقه طبعا لا رايح نسالك ولا تجاوبي ها شكرا في امان الله مع السلامه
ناخذ اتصال جديد. الو الاخ حامد. نعم حياك الله معك عبد الله عبد من اليمن. الله يحييك. لحظه تعيد الاسم لو سمحت. عبد الله علي غالب الحمزي. عبد الله غالب علي غالب الحمزي. علي غالب علي غالب الحمزي. الحمزي من وين؟ من اليمن. من اليمن. ايوه. من اي مدينه في اليمن يا اخ عبد الله؟ صنعاء. من صنعاء. يا هلا وسهلا. تتابعون برامج القناة الأولى للتلفزيون السعودي عندكم؟ نعم. وهذا البرنامج سباق المشاهدين؟ وهذا البرنامج يعني بالغاء. وعندك فكرة عن كيفية المشاركة؟ أيوة. طيب الآن أنت تضغط على واحد من الأرقام اللي تشوفها، تفضل تضغط على الرقم اللي تختاره. في التاريخ والحضارة. في التاريخ والحضارة يا أخ عبد الله. ها؟ أيوه. أخ عبد الله معنا؟ أيوه معاكم. هذا سؤال في التاريخ يقول: متى دخل القائد طارق بن زياد إلى الأندلس؟ ترى إذا أنت عندك إجابة ومقتنع فيها ومتأكد منها أهلاً وسهلاً، إذا ما عندك إجابة وتحب مساعدة الضيوف، كل واحد منهم راح يقول لك إجابة معينة وأنت بعد كذا تختار الإجابة الصحيحة. يساعدونا. يساعدونك؟ ايه. يلا يا محمد. في اي سنة؟ سنة 93 هجري. سنة 93 هجري. يقول لك محمد وناصر. وسنة 92. الآن عندك خيارين يا أخ عبد الله. يا 92 يا 93. 93. 93؟ إن شاء الله. متأكد؟ إن شاء الله. نضغط على الكمبيوتر. اضغط. يلا. يا اخ عبد الله احنا اسفين على كل حال. نقول لك ونقول للجميع المشاهدين في اليمن كل عام وانتم بخير وشهر مبارك ان شاء الله. وانتم بخير. خيرها في غيرها وشكرا لاتصالك. ان شاء الله. شكرا. تحياتنا للجميع هناك. ان شاء الله. في امان الله. اتصال جديد. الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور. كيف الحال؟ يا هلا. كل عام وانتم طيبين. وانت بخير ان شاء الله. نتعرف عليك. سمر عبد العزيز الغرابي. سمر عبد العزيز الغرابي. الغرابي من وين؟ من الرياض. من الرياض. عارفه الطريقه يا اخت سمر؟ ايوه. طيب الان نفتح لك الخط والان تتفضلي تضغطي على الرقم. رقم واحد. الرياضة والرياضيون. أيوة. تابعتي برنامجنا قبل كذا ها؟ أيوة أيوة. الآن معاك ومع المشاهدين حنشوف لقطة من مباراة. أيوة. وبعد كذا نرجع وعندنا لك سؤال. تابعي معنا. مين؟ يوسف ثنيان وخالد مسعد عند الكرة. وحائط صد. ويوسف ثنيان يحاول يسدد. لعبها يوسف جميلة. الله 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 الله. مو معقولة مو معقولة من أبو يعقوب. يا جماعة ما يصير. نشوف إعادة بالبطيء في مشاورة مع رجل الخط. ويوسف تجي منه ويجي منه أكثر في مشاورة مع رجل الخط. أقدر أقول إن شاء الله أنها جول. يوسف لعب على ناس واجد. لعب كبير وفنان وموهوب ولا غريبة. ورجل الخط حسبها جول. يعني جول ما نشوفها. نشوفها بالبطيء. الله يخليك يا مخرجنا وريناها. يا مخرجنا وريناها. أبو يعقوب يجي منه كثير ويجي منه أكثر ولاعب فنان وصراحة طايح على الباب. يعني طلعها الفضلي من ورا الخط. يمكن البطيء يقنع. يمكن البطيء يقنع. نشوف. لا 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 لا. جول 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 جول. مليون ونصف المية. جول مليون ونصف المية. مع احترام كبير لخالد الفضلي. لا يا حبيبي. لا يا حبيبي ابدا. جايتها يوسف ثنيان وقد جاب من
مثلها، قد جاب مثلها في مرمى المنتخب الكويتي. الله 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 لا 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 تنصد ولا تنرد، واهداف حلوه ما تنعد. وهذا الثاني من ابو يعقوب، تسلم والله تسلم تسلم تسلم. وين وين انت والكوره؟ مع احترام الكبير يا ابو خلود في الباب، حلوه والله يا ابو يعقوب حلوه. يا سلام عليك، في اهداف من طراز نادي حلوه والله. سيك بالخير ابو يعقوب، حلوه يا ولد، يا عيني على الخبره. لا تنصد ولا ترد، واهداف ما تنعد. تفاعل نعم. جميل والله، تفاعل جميل يعني. شكرا. نسعد كثير الحقيقه يعني لما نسمعك تعلق على اي مباراه. شاكر لطفك. اخت سمر معنا؟ ايوه معك. طيب شفتي المباراه هذه؟ ايوه. هذه المباراه كانت مباراه الذهاب التي اقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بين منتخبنا الوطني ومنتخب الكويت الشقيق. السؤال، هل نتيجه المباراه هذه، طبعا فاز فيها المنتخب السعودي، هل النتيجه كانت 2-0 ولا 2-1؟ ممكن اختيارات؟ والله هي بالتاكيد لا تاخذ رايي لان انا متفائل مع المباراه حتى الان، بقول النتيجه الصح. تاخذ راي الاخ محمد يعني. يلا خذي خذي راي محمد. ايوه. طبعا انا قلت يا اخت سمر في البدايه انه ناصر بوهقكم، بس عموما انا اقول مثلا 2-0. يقول 2-0. انت ايش تقول يا ناصر؟ والله انا متفائل مع المباراه، مع احترامي لاجابه الاخ محمد. أيه. ما زلت يعني اشك فيها. تشك في اجابه محمد؟ نعم. اجل 2-1. 2-1. اي اختيارك هذا. خلاص خلاص نشوف نشوف. يلا مبروك يا سمر. الله يبارك في امان الله، وانتظرينا حتى نهايه الحلقه. طيب شكرا، مع السلامه. موقف جميل تذكره يا ناصر مع هذا التفاعل، ما زال عالق فيه والله ده. الحقيقة في مباريات فعلا تقدر تقول يعني ودك تحب راسك اللاعب، لأنه يا سلام. بالإضافة لأنه قدم اللي عليه يعني أعطى مباراة فعلا. في مباريات الحقيقة يعني اللاعب طايح فيها وميت، وأنت كمعلق تنحرج منها تماما. يعني احنا نحضر المباريات الميتة أو اللي نتوقع أنها تكون سيئة أكثر من مباريات اللي اللاعبين متوقعين أنهم بيعطون فيها العطاء المطلوب، لأنها فعلا تريح المشاهد والمتلقي وكل واحد له علاقة فيها. هذه واحدة من المباريات اللي أعتقد المعلق ما ينساها أبدا. وفي مرة أظن أنت فقدت الصوت وأنت بتعلق، يمكن مو في مباراة كرة قدم، يمكن في مباراة في البطولة العربية الحقيقة الكرة الطائرة كثيرين أي. لاموني، بس أنا أعتقد لو كانوا موجودين مكاني بيتفاعلون أكثر. طيب أنا الحقيقة ودي أقول حاجة. تفضل تفضل حمد. مش عشان ناصر موجود معنا، لكن بالفعل يتفاعل مع المباراة ويشدك كثير. صحيح. وتحس انه يطربك، مش قاعد يعني قاعد يغني. صحيح صحيح. فالله يعطيك العافية يا ناصر، احرجتونا مع المشاهدين بيقولون متفقين عليه بعد. لا لا والله هذا شاكرين لطفكم، هذه حقيقة وسرنا لطفكم هذا، ونتمنى الدعوات منكم والمشاهدين. الله يوفقك ويوفق منتخبنا. شكرا. الله يوفق الجميع. ناخذ اتصال جديد. الو الو سلام. الو ايوه الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. شلونك يا اخ حامد؟ يا هلا والله. الله يخليك. صالح ابراهيم العايد من الرياض. صالح ابراهيم العايد من الرياض. من الرياض، يا هلا وسهلا. والان انت تستطيع انك تدخل الرقم اللي تختار. رقم 7. لعبة الحروف. عارف الطريقة هذه يا أخ صالح؟ نعم يا أخ. عندنا 4 حروف، الواو والياء والسين والميم. يلا ناخذ حرف الميم. حرف الميم؟ اي نعم. طبعا أنت عارف أنه نسألك سؤال وإجابة هذا السؤال تبدأ بهذا الحرف اللي أنت اخترته. ها؟ نعم. أوه سهل هذا، سهل بس السؤال طويل. زعيم وطني إفريقي أصبح رمزا للكفاح ضد التفرقة العنصرية في بلاده، حكم عليه بالسجن. ممكن يا حامد؟ نعم. مانديلا. مانديلا، يا سلام. خلنا نشوف خلنا نشوف. ما شاء الله، كان السؤال سهل ولا لا؟
نعم. الحقيقة بدي أن أذكر هنا لك يا أخ صالح والمشاهدين الكرام، إحنا نحاول كثيرا أن تكون الأسئلة يعني متناسبة ومعقولة، يعني عشان تكون أيضا متناسبة مع اختلاف مستوى ثقافات المشاهدين. وفي النهاية إحنا لا نختبر المشاهدين، إنما القصد هو أن نقدم معلومة مصحوبة بالتسلية، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. ممكن يا حامد مداخلة بسيطة؟ تفضل يسعدني. أنا حاولت أني أسرع بالإجابة على أساس أترك فرصة للسابقين الثانيين. يا سلام، يا سلام. الله يعطيك العافية ومبروك، وانتظرنا حتى نهاية الحلقة. شكرا، في أمان الله. وناخذ اتصال جديد أيضا. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت طيب. معك عدنان حمود العدوان من دولة الإمارات. عدنان حمود العدوان. حمود العدوان من وين في الإمارات؟ نعم. يا أخ عدنان. والله بعجمان. بعجمان، شهر مبارك لك وللجميع هناك. والله انتهز الفرصة الكريمة. تفضل. قدم بالتهاني لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي إن شاء الله. شكرا لك وتحية لك أيضا ولكل أهل الإمارات وبالذات عجمان من المدينة اللي أنت منها. شكرا. تفضل يا أخ عدنان، تختار. تفضل. لحظة يا أخ عدنان، أنت التليفون اللي عندك بقرص وإلا بأرقام؟ لا بأرقام. طيب لحظة، أنا أنت يعني أعتقد أنه لابد أنه أختار لك إذا كان التليفون بقرص. والله أنا لا، أرقام دست على 4. طيب لحظة نفتح لك الخط وحاول، وإذا تبغاني أضغط لك أنا أضغط. يلا أنت وش الرقم اللي اخترته؟ 4. 4؟ يلا أنا أنا أختار لك إياه. رقم 4 في اللغة والأدب. أنت إيش عملك يا أخ عدنان هناك؟ أنا مدرس لغة إنجليزية. وما هي بعيدة عن اللغة العربية؟ طبعاً لغتنا ولغة يكفي أنها لغة القرآن. يا سلام عليك، إذن هذا السؤال حيكون سهل جداً عليك. من وضع علم النحو؟ ولا تستعجل ترى. علم النحو؟ من وضع علم النحو؟ والله الإجابة عندي لكن أفضل يساعدون الجماعة. أحسن، اختار أيوه. خلي 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 تسمع إجابتين أحسن. يلا يا محمد. نقول مثلا نصر بن عاصم. نصر بن عاصم هذه إجابة. أو أبو الأسود الدؤلي. ولا أبو الأسود الدؤلي، فكر واعطينا. نصر بن عاصم. ها؟ نصر بن عاصم. تأكد؟ أنا مدرس نفس التخصص، ممكن يستفيد من، مو تخصص إنجليزي عفوا، نفس المهنة، نفس المهنة، فممكن يستفيد. نعم من إجابتي. نصر بن عاصم. نعم. تختار ولا تغير إجابتك؟ والله أنا محتار شوية. أيوه فكر لك الحين. أبو الأسود الدؤلي. ها؟ كل هذه ما في ثقة يا. والله. يلا أعطينا إجابة. مو فعلًا. نصر بن عاصم خلاص. هم الضيوف محيرين. يعني واحد منهم إجابته صحيحة. أنا قلت لنفس المهنة يعني. قلت لنفس المهنة. لحظة خلنا نسمع. عدنان قلت إيش؟ نصر بن عاصم. نصر بن عاصم، خلنا نشوف. احنا اسفين يا اخ عدنان. طبعا نصر بن عاصم وسيبوي وابو الاسود اللي كلهم يعني في نفس المجال، يعني نصر بن عاصم هو اللي نقط الحروف وابو الاسود هو الذي وضع علم النحو. انا عارف ان كل واحد له مجال معين لكن تحيرت بصراحه من النوم شويه. على كل حال مبروك، واحنا كسبنا الحقيقه اتصالك وشكرا لك. في امان الله. ناخذ اتصال. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد مبارك صلاح الدوسري. محمد مبارك. مبارك صلاح الدوسري. الدوسري صلاح الدوسري. ها صلاح الصلال. محمد مبارك الصلال. ايه. من وين؟ الرياض. من الرياض. كيفك يا اخ محمد؟ الحمد لله. شهر مبارك. كل عام وانت بخير. انت طيب ان شاء الله. يلا كل عام وضيوف بخير. الله يسلمك. تفضل تختار. تسعة في الإعلام والنشر. تعمل ولا طالب يا أخ؟ لا طالب. في أي تخصص إذا كان في الجامعة؟ التوجيه. في التوجيهي؟ نعم. يلا سؤال في الإعلام والنشر، هل هناك دول لا يوجد بها تلفزيون أو صحافة؟ ممكن صح.
السادس. أكيد أكيد. يلا نبدأ فيك يا ناصر. في اعتقادي ما في دول في هالعصر ما فيها تلفزيون ولا صحف. كل الدول أنت تقول كل الدول. أنا في اعتقادي شخصي ما أقول. إنه ما في دول ما فيها تلفزيون ولا صحف. نعم. ومحمد؟ أنا أقول بالفعل هناك دول لا يوجد بها لا تلفزيون ولا صحافة. يلا والآن رأيك أنت يا محمد، هل هناك يعني دول أو لا؟ تأخذ إجابة محمد ولا ناصر؟ لا في دول ما فيها. في دول ما في لا تلفزيون ولا صحافة؟ ها؟ تقريبا. ها؟ إيه. خلنا نشوف. إجابة صحيحة يا محمد ومبروك، وننتظرك في نهاية الحلقة. ها؟ إن شاء الله. نضيف معلومة، التلفزيون لا يوجد في الكاميرون وبعض الدول الإفريقية. هناك أيضا 7 دول إفريقية لا تمتلك صحف. هناك 15 دولة إفريقية لا تمتلك صحف يومية. نشوف الأرقام الباقية. ونأخذ اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. معك فاتن محمد الخيبي. فاتن محمد. فاتن سادن. سادن. ها ها. سادن. سادن. شاتن. دن. شادن. أيوة شادن. محمد. شادن. محمد الوهيبي. الوهيبي من الرياض. من الرياض يا أخت شادن. خلينا نشوف كم باقي أرقام معنا. تتفضلي. رقم 8. الأوائل والأواخر. والسؤال لك يا أخت شادن معنا. السؤال يقول: من أول إنسان يحاول الطيران أو حاول الطيران؟ من أول إنسان حاول الطيران؟ عباس بن فرناس. ما شاء الله، ما تحتاجي مساعدة أحد؟ لا الحمد لله، إجابة واثقة. يلا نشوف. يلا مبروك يا شادن وانتظرينا. في أمان الله. واتصال آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. الأخ حامد. نعم. كيف حالك طال عمرك؟ الله يحييك. كل عام وأنت بخير وشهر مبارك. وأنت طيب وشهر مبارك على الجميع. معك عبد الله عبد العزيز السالم. عبد الله عبد العزيز السالم. ها من الرياض. ها. اي نعم. يلا يا عبد الله تفضل. الارقام 5 و6 باقي. رقم 5. نعم. في الالغاز. نعم. عندك يا محمد تقول السؤال هذا. اوكي. أقول قراءة ولا أقرأها أنا وأنت وتعطونا إجابات. أوكي يلا أنا بقرأ لك السؤال. ها وتسمع إجابتين. سؤال في الألغاز يقول، طبعا عندنا بيتين من الشعر: يميت ويحيي وهو ميت بنفسه، ويمشي بلا رجل إلى كل جانبي، يرى في حضيض الأرض طورا وتارة تراه تسامى فوق طور السحائب. نتحدث عن إيش إحنا يا عبد الله؟ ساعدونا يا شباب. نساعده ما في مانع. والله نحتاج مساعدة. يلا. محمد جاوب كثير صح للسادة المشاهدين. أنا أقول الهوى. الهوى. يقول الهوى. الأستاذ ناصر. الأستاذ ناصر يقول الهوى. والأستاذ محمد. يعني توهقني أنا. تجاوب ما قصرت أمام المشاهدين. خلي جاوب مرة صح. يعني يا الهوى يا الماء. الماء أنت تقول؟ إيه. أها في عندك إجابتين. يا الهوى يا الماء. والله الأستاذ محمد العيد. الماء يعني؟ الماء. نشوف. يلا مبروك يا عبد الله، في امان الله. يا هلا والله وسهلا، حياك الله. اتصال. الو. الو. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. نشارك؟ أكيد. نتعرف عليك في البداية. عيسى فيحان. عيسى فيحان. كرت العنزي. فيحان العنزي. من وين؟ من الكويت. من الكويت؟ أيوة. يا هلا والله يا أخ عيسى، أنت أيضا أول واحد يكلمنا من الكويت. هلا.
فمناسبة نقول لك أنت وللأهل الكويت جميعا كل عام وأنتم بخير وشهر مبارك. أنتم بخير صحة السلامة. شوف برامجنا إيش رأيك فيها؟ ممتازة بصراحة. بخير بصراحة. نهنيكم على البرنامج الجميل هذا. الله يسلمك. طيب يا أخ عيسى إحنا طبعا ما عاد عندك إلا رقم واحد، فأنت وحظك تتفضل. معليش 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 مرة ثانية. معليش أيوة لحظة لحظة. طبعا أنت ما عندك إلا رقم ستة، الباقي على الشاشة تضغط على رقم ستة فقط. تفضل. رقم ستة والرقم الأخير. طبعا هذا أيضا كتاب سعوديون، يمكن أنت ما عندك خلفية عن هذا السؤال، لكن في عندنا الشباب راح يساعدونك. ها إن شاء الله. خليك معنا. ولد في عام 1335 في المجمع، في عام 1353 نال شهادة، بعد كذا طبعا نال شهادة الثانوية الأهلية من عنيزة، عمل مدير عام لمعهد الأنجال في الرياض، ثم طلب إحالته على التقاعد بعد أن خدم في التربية والتعليم قرابة 35 عاما. له كتابات مستمرة في المنهل منذ بدايتها وحتى الآن، له مشاركات في المجلة العربية ومجلة الفيصل وبعض من الصحف المحلية، وهو عضو في مجلس الأوقاف الأعلى وكذلك عضو مؤسس في جريدة الجزيرة. وأنت حتسمع إجابتين، يمكن السؤال صعب عليك يعني لأنه سؤال هو محلي، لكن بالتأكيد أنت سمعت عن اللي إحنا نتحدث عنه. بعد ما تسمع الإجابتين رايح تختار واحدة. ها إن شاء الله. يلا يا عيسى تفضل. محمد أخي عيسى، طبعا أنت عارف أن إحنا يفترض نموه عليك كويس، واحد منا حيقول صح واحد منا حيقول غلط. تمام إن شاء الله. فأنت بصراحة من ودك أنه يقول الإجابة الصح؟ الله ودي اثنين كمان. لا في واحد لازم يقول صح. من ودك يكون؟ لا ما هذه من اللي ودك يكون؟ انا ودي فوز والله. اوكي بس من اللي ودك خلاص فوز معناتها عندي. طيب اجل اقول مدام ناصر يقول عنده الصح، الاستاذ عبد الله بن خميس. شفت انا زي العاده بتواجه المشاهدين. عثمان الصالح وطعني ما عليك من الاخ محمد اليوم. يلا ايش رايك تطيع محمد ولا ناصر؟ ناصر. تطيع ناصر؟ ناصر. نشوف. أخ عيسى مبروك. الله يبارك فيك. انتظرنا حتى نهاية الحلقة ونكرر لك وللجميع في الكويت يعني. والله باقي خمس دقائق أظن انتهى وقتنا. ها انتهى وقتنا، ما يمدينا خلاص. يلا يبدو أن الوقت انتهى. على كل حال قبل ما نقدم الشكر للمشاهدين لمتابعة هذه الحلقة نبدأ بالجوائز. عبد الحكيم تتفضل فرز الأسماء. طبعا كما تعرفون مشاهدين الأعزاء كل أسماءكم اللي أجبتوا إجابات صحيحة. لا نبدأ بالأسماء، نبدأ بالأسماء. أوكي طيب يلا، هذه هدية على كل حال مقدمة لك يا أستاذ ناصر. كاميرا السوني مقدمة لك من الألبان الصافي، وكاميرا أخرى أيضا للأستاذ محمد. شكرا. نأخذ الأسماء في البداية، ممكن نأخذ الأسماء لو سمحتوا عبد الحكيم؟ نأخذ الأسماء. أيوة طبعا كل واحد منكم يا ليت أنه تخلطوها مع بعض يا أستاذ ناصر وأستاذ محمد. بسم الله. هذه ما شاء الله قلت كأس العالم. كأس العالم المتأهلين للتصفيات النهائية. بسم فضل. الله محمد تقرأ لنا الأسماء لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. شادن محمد الوهيبي من الرياض. شادن محمد الوهيبي من الرياض. أيوة. الاسم الثاني ترجعها لو سمحت يا أستاذ محمد. تخليها على جنب عشان احنا بنحطها في السلة الكبيرة هذه. لا ايوه ايوه. اسم اخر لو سمحت. ايوه الاسم الثاني. ايوه الاخت المتسابقة شروق سعيد الشهراني، يبدو لي من البحرين. شروق سعيد الشهراني. ايوه. عبد الله عبد العزيز السالم من الرياض. عبد الله عبد العزيز السالم، هذا الاسم الثالث. الرابع الرابع لما 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 علي العواد. لما علي العواد. والاسم الخامس. بسم الله. بندر سلمان الجعيد من الطائف. بندر سلمان سلمان. ها نعم الجعيد. إذن الأسماء نعيدها. لا تفضل عبد الحكيم تأخذها تحطها هنا. الأسماء نعيدها. الأخوة والأخوات اللي فازوا في حلقة هذه الليلة هم شادن محمد الوهيبي، وشروق سعيد الشهراني، عبد الله عبد العزيز السالم، لما علي العواد، وبندر سلمان الجعيد. هؤلاء الخمسة كما تشاهدون. أيوة الرابع
وهذا الخامس. شكرا لك عبد الحكيم. طبعا هذه الأسماء كما قلنا مشاهدينا الكرام، الأخوة والأخوات فازوا في هذه الحلقة، كل واحد منهم يحصل على 1000 ريال في هذه الحلقة، وهؤلاء الخمسة سينتقلون معنا إلى الحلقة الأخيرة. ونذكركم في الحلقة الأخيرة سنسحب بنفس الطريقة يعني بالقرعة 10 أسماء، كل واحد منهم سيفوز طبعا ب10,000 بالإضافة طبعا إلى الجائزة 1000 ريال. بقي أن نقدم أيضا لضيفينا هنا في الاستوديو لكل واحد منهم درع عليه شعار التلفزيون وشعار البرنامج، وهو عبارة عن تقدير وشكر منا لكم جميعا. تفضل يا عبد الحكيم. شكرا جزيلا الفنان محمد العيسى. شكرا. شكرا لك. وهذا درع آخر لنجم التعليق التلفزيوني. كبرت رأسي يا أستاذ الأستاذ ناصر الأحمد. شكرا الله يخليك. الحقيقة نشكركم جزيل الشكر يا أستاذ ناصر وأنت يا أستاذ محمد، ونتمنى نشوفكم يعني في حلقة أخرى يعني إن شاء الله ترجعوا لنا مرة ثانية. ها إن شاء الله. واللي عندك مباريات، أنت مرتبط بمباريات ها؟ لا نتيح الفرصة لغيرنا إن شاء الله. أيوة. طيب نحن مشاهدينا الأعزاء نشكر مؤسسة البان الصافي التي قامت بتمويل هذا البرنامج. الصافي ليس مجرد اسم يدل على منتجات ألبان طازجة وممتازة، بل مجموعة من العاملين الذين يهتمون بأدق التفاصيل من أجلك. فريق الإنتاج، عامل الثلاجات، خبراء مراقبة الجودة، ومسؤول التوزيع الذين يعملون ليل نهار حتى تصلك منتجات الصافي الطازجة كل يوم. إنهم العاملون في الصافي الذين يصنعون الفرق من أجلك. نشكر ضيوفنا هنا في الاستوديو وجميع الزملاء الذين شاركوا في